إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الساعة الطيبة المباركة، ساعة السحر من هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الجمعة سيد الأيام وأفضلها عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل الذي يتجلى فيه ربنا تبارك وتعالى على عباده فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته؟ فاللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا الخطايا والذنوب، واكشف عنا الهموم والكروب. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت الطيب المبارك من الليل، نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وفوزا بالجنة، ونجاة من النار. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم بفضلك ومنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، ما أطيب أن نعيش في هذه الساعة المباركة مع كتاب الله تعالى، نستمع إلى آياته ونتدبر أحكامه ونعتبر بما فيه من مواضع العظة والاعتبار. فبالقرآن الكريم تستضيء العقول وتطمئن القلوب وتأنس الأرواح وتسكن النفوس وتخضع الجوارح. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت
فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو
قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا
خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا
نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عذوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وفيما استمعنا إليه من آيات بينات، رأينا فضل الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه موسى عليه السلام حين توجه إلى ربه ففرج الله عنه ما نزل به من كرب. وإننا ونحن نحتفل بالإسراء والمعراج في هذا الشهر الكريم شهر رجب، فإن في الإسراء والمعراج دروسا عظيمة ينتفع بها المؤمن في دينه ودنياه.
نتعلم من الإسراء والمعراج أن باب السماء مفتوح لا يغلق أبدا، وأن المؤمن على يقين قاطع بأن الله تعالى لن يخذله ربما تكتنفه الصعاب، ربما تغلق في وجهه الأبواب وتظلم الدنيا أمام عينيه، لكن عين الله تعالى ترقبه وعناية الله تعالى تكلأه، حتى إذا وصل إلى اللحظة التي قدرها الله انفتحت في وجهه أبواب الفرج وانهمرت عليه فيوضات الرحمة، وكم يسر أتى من بعد عسر، سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم عنك ما استطعت فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما في غد يكون. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ سعيد هزاع. لا إله إلا الله، لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله، عفوك ورضاك يا سبحان من أسرى بنور حياتي، سبحان ربي، سبحان ربي كاشف الظلمات، سبحانه خلق العباد بحكمة، سبحانه خلق العباد بحكمة ونارنا ونرى مصر بآل بيت محمد، ونرى مصر بآل بيت محمد، يا رب يا احفظ مصر بالخيرات، يا رب يا رب فاحفظ مصر بالخيرات، واكتب لأجناد الكنانة رفعة، واكتب لأجناد الكنانة رفعة وحماية من كل شر آتي. مولاي مولاي مولاي
مولاي جئتك بالدعاء ينادي مولاي جئتك بالدعاء ينادي في منحة الإسراء والمعراج أدعوك بالمختار فقبل دعوتي أدعوك بالمختار فقبل دعوتي وأعد لقلبي قبلة الإسراء لما أتاك المصطفى في نزهة كانت إلى الإسلام خير علاج أقصى النبوة حينها صار الإمام وقدوة الحجاج والكون رحب حين يعرج للسماء والكون رحب حين يعرج للسماء وبه تهيم منابر الأبراج والكون رحب حين يعرج للسماء والكون رحب حين يعرج للسماء وبيتجيب منابر الأبرار والأرض تبكي حين فارق سيدي والأرض تبكي حين فارق سيدي ومضت تعاني في ظلام لما لها عاد النبي لما لها عاد النبي تبسما وضاع بسراجي
لما لها عادا النبي تبسم وأضاءها وجه الهدى بسراجي أهلا وسهلا مرحبا يا مصطفى يا مجتبى. أهلا وسهلا مرحبا يا مصطفى، زينت دنيا الناس بالمنهاج، أهديت للصحراء أشجارا نعلت، أهديت للصحراء أشجارا نعلت فوق الرمال بخضرة للرانجي، أهديت للصحراء أشجارا نعلت فوق الرمال بخضرة للراجي. يا رب صل على الحبيب، يا رب صل على الحبيب محمد بالحب جئتك يا كريم، بالحب جئتك يا كريم ناجي. فوفاء قلبي للنبي محمد، فوفاء قلبي للنبي محمد في فرحة الإسراء والمعراج، فسمى فؤادي بالنبي المصطفى في فرحة الإسراء والمعراج. صلاة وسلاما عليك جد الحسين أبو الكرام رسولنا، فبحبه قد بحت بالإنشاد بنفيسة مع زينب وسكينة، كل الكرام
صلاة وسلاما عليك. بحت شوقا رسولي إليك. الصلاة والسلام عليك. قد رأينا الهدى بين يديك. الصلاة والسلام عليك. كل فضل قد أتى منه لديك. فشفائي فشفائي ودوائي حبيبي. فشفائي ودوائي حبيبي. الصلاة والسلام عليك. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة والسلام عليك. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله الله
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ سعيد هزاع بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، أبواب الخير والأعمال الصالحة في الإسلام كثيرة لا تحصى، فالكلمة الطيبة صدقة، وبذل المعروف في أهله وفي غير أهله صدقة، وإماطة الأذى عن طريق الناس صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقد ورد عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، مرة أخرى نعاود الاستماع إلى القرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا واستووا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم
ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا وارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع واصرف عنا البلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اعطنا من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين، واصرف عنا الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية
ونسألك الشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، على خير نقلنا لكم صلاة الفجر من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وقد أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ سعيد هزاع. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل محمد الورداني، وتقبلوا تحيات الزملاء في كنترول الإذاعة المهندس سامي سليم وأحمد رامي وراني عبد الباسط. كان معنا من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة الزميل محمد جمعة سليمان، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنفصل عن موجات البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم المبارك، أفضل أيام الله تبارك وتعالى، يوم الجمعة 28 من رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق 12 من مارس من عام 2021 من الميلاد.